بونسوار ا توتي ا توس. الزول في اللون نيت ما يسمى الزول المقران. مرحبا سيون. الوغ بور سيت فان دو سواري ايلي ديجا طاخ كوم سافي نو سوم لو 21 اكتوبر 2021 ايلي 21h55. الوغ مرحبا بكم. ان شاء الله اليوم راح نتكلموا على بليزيور سوجي كيما وعدتكم. هذا راهو في خاطر أميرة بوراوي أميرة بوراوي الخطا اللي فات جابت ماكلة وكذا ومنا وجابت معها صمت شويه قال كيفاش 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 راح يعني هذه انا نساندها كما قلت لكم البارح انني هذا سي سي اون سوتيان افيك أميرة بوراوي. اي واحد يحب يدير حاجه عنده حق يدير واش يحب. هذه حياته الشخصيه من فضلكم ما تدخلوش في الحياه الشخصيه نتاع الناس. اللي يحب يشرب الكوكا يشرب الكوكا، اللي يحب يشرب القهوه يشرب القهوه، اللي يحب ما يشربش ما يشربش. هذه تعلموا شويه تعلموا ما تدخلوش في حياه الناس. الوغ اليوم راح نتكلموا على واحد الموضوع اللي باقيه الجزائريين كامله الجزائريين كامله ضربهم الجن ضربهم الجن يقولوا ضربهم الجن. دونك وكي ضربهم الجن لازم يروحوا يروحوا يديروا باش يديروا باش يديروا قول واش يديروا كي يضربهم الجن واش يديروا واش راح يديروا الرقيه. ايه فوالا يروحوا يديروا الرقيه. الناس تروح تداوي الناس كي دار واحد مريض يديوه كيف اسمه الطبيب الطبيب يشوف له يدير له والله حنا تاعنا لا قال ديه او ديه اللي عنده كيف اسمه يدير له رقيه باش يرتاح وما نعرفوش وما نعرفوش. ولا الناس عاد قبيلت نشوف في واحد السيد دار فيديو دير فيديو يخبط وحنا والسحر لا تحلو والله العظيم غير نموت انا في سبيل الله وما تحشموش وما نعرفوش. هو وسيدنا الكوي يقرا في القران وقت تشوفوا المراه هذه وماتلها اربعه والله ما نعرف واش هو يعني. والله يا سيدي السينما والله غير سيدي السينما. انا نقول لكم يا ناس والله غير سيدي السينما. انا نقول للناس ما تخليوش هذا الفكير هذا يدخل لكم ريسانكم يا جماعه. هذا الفكير هذا راهو راهي ما عندها حتى معنى. هذه نتاع واحد عنده الجان نخرج له نقرا القران نخرج له الجان وما نعرف واش هو وما نعرف واش هو. انتوما كيما سمعتوا انتوما في فرنسا واحد ضربوا الجن، كيما سمعتوا انتوما واحد في بلجيك ضربوا الجن، كيما سمعتوا واحد في اوروب ضربوا الجن، كيما سمعتوا واحد في ستازوني دامريك ضربوا الجن، كيما سمعتوا ما كاينش ضرب الجن يضرب غير العرب. مانيش فاهم علاش والله ماني فاهم علاش. دونك ما عندوش حتى الفيزا الجن باش يروح يضرب واحد فرنسي. كيما شفتوا انتوما واحد فرنسي يضربوا الجن يا ما كاينش. دونك يا ناس انا يبان لي هالخرطي هذا خليكم منه ما تخسروش صوالحكم. الناس راهم قاعدين يكلحوا فيكم. وزيد كانوا ناس شفناهم تعداوا على النساء هذو باسم هذا الرقيه هذه وعندنا دي فيديو نحشموهمش ما نعتوهمش حرام علينا وعيب علينا باش نعتو دي فيديو هذو. بعثوا لنا ناس وقالوا لنا باللي ها واش يديروا الناس هذو فيهم حتى الناس اللي قتلت ناس قتلوا اخرين. خطا اللي فات شفتوا السيد اللي قتل اختو اقتل اختو يا ناس حكم اختو خلى راجلها ما كانش راح يخدم وجا لدار اختو اقتل اختو وقتل بنتها في فرد نهار وفي فرد ساعه.
هذا هو هذه الرقية، هذه ماشي رقية، هذه سي كوا سي كوا الرقية هذه. حي بكري خلاص كانت الناس عندهم النية، عندهم النية يروحوا قال شوف لنا سيدي فلان وسيدي فلان، يدير كما قال واحد يكتب له شي قرآن هكذا، وقال دير حرز ودير منها باش كما قال واحد يسبب له، كما قال واحد يدير النية يسبب. مي الناس نعلو الشيطان، نعلو الشيطان. اليوم رانا اليوم العلم، كان ولدك مريض ولا بنتك مريضة، عندها ألم، عندها كل، لازم تديها للطبيب. لازمك واش قالها بنتك لاباس عليها، أيا ديها دير رقية. خاطر فات واحد السيد جورناليست، زعما جورناليست يتكلم لواحد الجوار تاع الجزائر يقول له انتك ديما يصارك واش يكسروا فيك ديما، انتك ما جربت دير رقية. شنو هي الهضرة هذه؟ وش هي الهضرة هذه يا ناس؟ هذه نهضروها غير عندنا حنا هنا، والله غير نهضروها غير حنا عندنا هنا. هذا هو كيف يسمو المغرب، خوتنا في المغرب ولا عندنا حنا في الجزائر، نعرفوا غير هذا الشيء هذا. روح ترقي، روح ترقي، وش تروح ترقي؟ روح داوي روحك يا ناس، روحوا داوي روحكم، روحوا شوفوا سبيسياليست، ريفوا واحد سبيسياليست. وش هي الرقية هذه يا حمادي؟ ولا يداوي كيما خرجونا واحد تاع أبو خضرة هذا اللي أو يداوي بالدفاع، اللي يداوي ما يعرفوا شي، هو راهو خرطي في خرطي، خرطي في خرطي. خاطش نقول له أرواح أسيدي، أما تداوي كيما قال واحد الصفاير، أرواح عندنا الناس مرضى أسيدي، أرواح. أما هنا في لوبيتال، شكون كيف؟ أما هنا في لوبيتال واحد داويهم كي عاجبني، نحب تشوف نقفلوا لي كابيني ميديكال ونجيبوا هاد الناس هادو، ونجيبوا الناس هادو. ما تصلحش الناس هادو، ما تخليوش الناس كيما قال واحد يديو لكم دراهمكم وتزيدوا كانوا ناس يتعرضوا للخطر، يعرضوا ماليهم للخطر كيما السيد هذا اللي راح مهبول، هذا اللي راح قتل كيما اسمه قتل اختو وقتل بنت اختو. يا ولدي كون غير خليتها بالجان تاعها برك يا سيدي، خليها بالجان تاعها وخلي بالجان اللي يحكم اختو يخون فيها، قتلها ويقول لهم نحب نخرج الجان. يا اخي انت هو المجنون يا ابن عمي، يا اخي انت هو المجنون، الجان وما كانش باش انت مليح. كيف شفتوا انتم خطره واحد جان معدي كيما هكا؟ كيف شفتوا انتم؟ ما كاينش هاد الناس هادو، راهم هما بعد هذا اللي يهضر كيما هكا، بعد هو بعد راه لازم هو يديوه يداويوه. واحد كذا اللي يقول لكم او واحد ضربوا الجان لازمكم تعيطوا وتجي لومبيلونس، يجيبوا له الطابليه الكبيره هذيك يلوحوا له يديه كيما هكا ويديوه، باسكو اللي مناض، اللي مناض. ياكم تشوفوا الناس كيفاه، الناس هي تعاني، تروح دير سكانير، الناس تروح دير كيما قال واحد يقول وديه دير له الرقيه. شنو الرقيه انت هكا؟ انتوا تحبوا ديروا الكوميرس في الامورات هذو، يروحوا يبيعوا البطاطا خيلكم، روحوا ما كانش البطاطا، شوفوا كيفاش تجيبوا البطاطا منه، من تربحوا فيها شويه خير من هذا الشيء راكم ديروا فيه. قلت واحد يدير في فيديو ويقول لهم راني هنا ونحاربكم، والله ما ديروا جن كحل ومع ديروا عام شيء وكحل هذا، ولا مع سحر كحل كحل، ولا ديروا السحر الابيض، ولا ديروا. يا ولدي حتى الناس هذو اللي يديروا السحر الطفلة صغيرة يقتلوها، ويعني يعني 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 هذه تجيكم انتم، تدخلكم انتم للبال، يديركم للبال. دوكا يجيك واحد يروح يدير السحر باش يقتل طفل صغير، هذه كاين سحر يقتلوا به الطفل. واش من السحر هذا؟ واش من السحر هذا؟ كل سي 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 كيما قال واحد سيدي جودي نابورت كوا، سيدي نابورت كوا. قبلت واحد السيد بعثوا لي ثاني، قبلت واحد السيد يقول وقيل وزير التكوين المهني، هذا وزير التكوين المهني على هذاك. الجزائر بقات، الجزائر مسكينه تشف، الجزائر بقات الناس راهي تخدم، راهي تكون في الناس، وراه منها هو يروح يدير لهم تعليمها. هذا السيد هذا مع كيف اسمه هذا الدكتور، دكتور تاع الريح، هذا الدكتور مرابي، هذا ياسين وزير التكوين التعليم والتعليم المهني، يعني الناس كل ولات وزراء، الناس كل ولات منها. شو عاد يروح يكون الناس كيفاش ما يخرجوا كيما قال واحد يديروا مساكن دي ميتي على روحهم ويديروا منها. هو ولا يكتب لهم، يكتب للمديرين قال لي فضري يطلعوا شويه له يسيلوا نيفو تاع الاولاد مساكن باش ينجموا يلقاو روحهم ويخرجوا هذاك دي ديبلوم. لا لا، يبعث لهم السيدات والسادة اطارات الاداره المركزيه تكريس للمبادئ العامه التي تحكم بها المجتمع الجزائري، مثل ما هو منصوص عليه في الباب الاول من دستور، سيما المادة الثانية منه التي تؤكد أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة. وعلى هذا الأساس المطلوب منكم استعمال اللغة العربية في ميدان تدريس المضمون على مستوى المؤسسات التكوينية تابعة للقطاع، يعني باش يحب يرجع الأولاد كل يبقوا حشاكم بغال. هذا السيد هذا، هذا السيد هذا حتى هو دكتور تاع الريح،
هو يحب يحكم الاولاد هذو المساكين اللي جاوا باش يفرويهم، يحب يرجعهم ها اغيال ها كوب الشاويه، نقولوا بشويه اغيال داكور. السيد هذا والله والله فيفمون فيفمون يروحوا علينا الناس هذو اللي يحكموا الجزائر، والله فيفمون يروحوا علينا الناس هذو، تعبونا بزاف وتعبوا الشعب المغبون مسكين، هذا الشعب الجزائري المغبون تعبوه 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 تعبوه. راكم تشوفوا هذا كوزير، هذا هذا وزير، هذا هذا وزير، والله يا ناس والله تحسبوني بربي، يا لو كان الوزير هذا يا لو كان يروح يخرج لاوروب والله لا يجيبها عساس، والله يا ناس لا يجيبها عساس بهذا العقليه اللي عنده وبهذه الهضره هذه راه يدير فيها وبهذا منها. الناس لي لونغ هذو يعني الناس يروحوا لي لونغ كما قال واحد لونغ دي سيونس، يروحوا للفرنسي يروحوا للانجلي يروحوا للاسبانيول ها لي زونغلي لي زونغلي يا جماعه كما قال واحد وراهم هزين نتاعهم من 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 كيما قال واحد من الفرنسي، باسكو الفرنسي سي اون لونغ كيما قال واحد سيونس، وما يحشموش خلاص ما يحشموش. لي زاميريكان كاش ما ربح اكثر من لي زاميريكان، لي زاميريكان لي زيتازوني وراهم يخدموا بالونجلي الوغ كو لي زونجلي كانوا مستعمرينهم وهم يخدموا بالونجلي نورمال ما عندهمش. حنايا مازلنا مباتينيو، مازلنا مباتينيو اللغة العربية ولغة الجنة ولغة ما نعرف واش، وهي اللغة العربية حتى ماليها بعد العرب بعد يكرتوها طيشوها باسكو ما خدموهاش كيما قال لهم الاخر. لقاو العرب لقاو زيرو داروا لقاو صفر بقاو صفر ما داروا لها والو ما كاين والو رين ديتو. اي بورتون اي بورتون قالوا لهم الناس يا ولدي هذه اللغة هذه ما عاد تصلح لوالو، تصلح للشعر ولا تصلح للصلاة خلاص سيتو، ما تصلحش لا تكنولوجي ولا كيف يسموه لا سيونس ولا من هنايا. على هذاك خليته الجزائر بقات هي الاخر خلاص. هاكم تشوفوا واحد كيما هذا نورمالمون السيد هذا لو كان انا من شيف الجوفرنمون والله العظيم غير ننهي مهام، والله غير ننهي مهام. هاكم تشوفوا كي جا الرئيس ربي يرحمه كي جا نهار الاول بعد جابوه من المغرب، واش دار؟ حكم اللغه هذه كما تعميم اللغة العربية هذه جمدها بوظيف ربي يرحمه. علاش؟ باسكو على بالو يعرف باللي لي زارجانيان كل سي سون دي فرانكوفون وعندهم الفرنسية كيما قال واحد يتقنوها خير من الناس كل لونغ دو سيونس، وكانت لونيفرسيتي كانت في القمة كانت في القمة. من نهار داروا التخريب هذا راحت لونيفرسيتي وراحت النيفو نتاعنا سي فيني، بقينا كيما قال واحد. هاكم تشوفوا اليوم يجي هذا كيف اسمه هذا هذا يبعث لهم ويقول لهم الاخر نتاع نتاع كيف اسمه نتاع كيف يقولوا له نتاع الوزير نتاع نتاع الكوميرس التجاره، الناس راه ما لقاوش الحليب وما لقاوش الزيت وما لقاوش الكير باش يجيب لهم الزيت ويجيب لهم الحليب ويجيب لهم الكير، يجي يقول لهم او سهل سهل ان شاء الله كنا نبدلوا لي بلاك نحطوهم كل بالعربيه فور لوي كي نحطوا نحيوا لي بلاك اون فرونسي ونحطوهم اون عرب، يظل الزيت يطايش ويظل الحليب يطايش، يقصروا يقصروا بالغشي تاع الجزائر. لقاو الشعب مسكين اللي غالب عليه، لا حول ولا قوة الشعب مسكين عليه. لقاو لا حول يتمسخروا بهم، راكم تشوفوا النيفو تاع الجزائر وين راحت يا جماعة. راكم تشوفوا، واحد كيما هذا الوزير هذا تاع التكوين هذا، كيما قلت لكم لو كان يروح غدوة لأوروب، والله عساس والله ما يلقاها، والله يا ناس عساس والله ما يلقاها، علاش؟ باسكو النيفو هابط خلاص، النيفو هابط، ديجا عقليتو شوفوا العقلية اللي راهو يدير بها، حب هو دوكا اللغة العربية وراهي لغة الدولة، يا ولدي راكم نتوما اللي ديروا في المشاكل، راكم الناس كيما هذو، واحد كيما هذا، هو اللي دار الماك، واحد كيما السيد هذا هو اللي دار الماك باش يكون في عينكم، ومازال 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 راحين يزيدوا بالعاني باش هاك الساعة، وعندهم الحق خويانا القبايل يقول لك ابن عمي علاش؟ علاش دير لي العربيه؟ علاش يا خويا ندير التمسخه هي اللغه نتاعنا؟ هاي سيدي علاش اللغه نتاع الدوله؟ بوركو علاه العربيه اللغه نتاع الدوله؟ قولوا لنا على واش، على واش اللغه نتاع الدوله العربيه؟ قولوا لنا على واش، برك فهمونا على واش، فهمونا باش نفهموا سيدي. يا قلنا لكم حنا ما تصلحش يا جماعه ما تصلحش، كنا نخدموا بالفرنسي الناس كل تخدم الفرنسي خليه فرنسي، زيد لها لونغلي زيد لها الاسبانيول زيد لها وروحوا لي لونغ كما قال واحد. كي تقول لي انايا اللغه ما نخدمش باللغه الفرنسيه راهي لغه الاستعمار، نرد عليك ونقول لك حتى اللغه العربيه تاع الاستعمار، علاش غير الفرنسيس هما اللي احتلوا الجزائر؟ الفرنسيس هما الاخرين هما الاخرين وهم خرجوا راحوا.
مي نتاع العربيه هما الاولين، هما اللي جاوا حتى للجزائر. سبحان الله، ها الاتراك جاوا حتى للجزائر. شكون البيزنطيين هما اللي احتلوا الجزائر. زيد لي روما هما اللي احتلوا الجزائر. هذا كل احتلال كيفاش صار؟ ولي زونغلي كاين لي زونغلي ماهمش محتلوش ناس، حتى لي زونغلي حتلوا ناس، حتلوا حتى البلدان العربيه وحتى مصحاب يخدموا بالانجلي. وين المشكل؟ وين هو المشكل برك؟ دونك هاد الناس واحد كيما الوزير كيما هذا، لو كان جيت من كيف اسمه، لو كان جيت من رئيس الحكومه ولا غير ننهي مهام ونقول له راح تبيع البطاطا خير على روحك. باقيين ديما مباتيني وشاك فوا نبقاو غير مباتيني. كاينو اخرين ثاني مازالوا يتكلموا لنا على الجزائر، ينفخوا فينا ينفخوا فينا. كي هذيك كيف اسمها لا 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 كيما يقولوا هما لا غرونوي كي بو اتر بلي غروس كو لا فاش، حتى حنا ينفخوا فينا حنا الجزائريين، ورانا حنا راكم تشوفوا الشعب الجزائري ضد اسرائيل، وما نخليوش اسرائيل تجي لافريقيا، وحنا الجزائريين وحنا. ومازالوا يزيدوا يهضروا، ومازالوا يزيدوا يسخروا في البنادر، ومازالوا يحوسوا كيما قال واحد، ما على بالهمش مساكن هادو. انت عندك 55 دولة إفريقية، وبلاشي البلدان العربية، كاملة مع إسرائيل، كاملين مع إسرائيل. جاي حنايا سبع دول، نحبوا حنايا ما نحكموا إسرائيل ما تجيش في شو يقولوا في لونيا أفريكان. هاو نجيبوا غير في المشاكل لروحنا برك بولين دو تو، نجيبوا غير في المشاكل لروحنا. راح نجمو حنايا كيف 55 بيي سنيو باللي لازم إسرائيل تكون تكون وش يقولوا عضوة في لونيا أفريكان، وحنا الجزائر قاعدين ننفخوا في 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 في, في حاشاكم اسمحوا لي في على باليش انا في شكوى مقطعه، وقال لا ما نخليهمش يجيو. باش ما نخليهمش يجيو؟ حنا قاعدين نخسروا في صورتنا باطل، وقاعدين نخسروا في وقتنا باطل. يا خويا اسرائيل هذو يجيو ولا ما يجيوش، وحنا واش راح لنا فيهم حنايا؟ واش راح لنا فيهم حنايا اسرائيل يكونوا في لينيو افريكان، ولا يكونوا في لينيو اراب، ولا يكونوا في لينيو... حتى لو كانوا يدخلوا الجامعه العربيه، وحنا واش دخلنا حنايا؟ واش دخلنا؟ نحبوا نكونوا حنايا عرب اكثر من العرب؟ حنا نحبوا نكونوا افريقيين اكثر من الافريقيين؟ نحبوا نكونوا مسلمين اكثر من المسلمين؟ ها المسلمين صاحبي هم يقول لك المسلمين هما بعد يقول لك يا خويا اسرائيل نستعرفوا بها دوله قويه ودوله والعرب بعد هما بعد يقول لك يا خويا حنا قال لك حق حنا خطرش راهم الدول الاراضي تاع الفلسطينيين. ها العرب يقول لك ماهيش ارض تاع فلسطين. العرب بعد خاوت الفلسطينيين يقول لك الارض هذه ماهيش تاع الفلسطينيين. ها كيفاش العرب يقول لك لا هذه الارض ماهيش تاع فلسطين، وحنا الجزائريين نقول لهم لا الارض هذه تاع الفلسطينيين، ولازم اسرائيل تخلي الاراضي وتروح. هي ناس حنا واش دخلنا حنايا نربحوا في العيب بوليا؟ باطل. وقدام خاطر نعطي لكم هاو كاين عربي، ها شوفوا هاو هنايا كاتب عربي، ها هو نعطي لكم هاو هنايا يقول لهم باللي كيف اسمه الارض هذه الفلسطينيه هذه ماهيش تاع اسرائيل خلاص، ماهيش تاع الفلسطينيين. عاودوك نعطيكم تسمعوه وردوا عليه الناس اللي تحب ترد على السيد هذا، ردوا عليه الراجل اللي هضر لكم بالايات القرانيه. انا ما نعرفش القران، كنت نعرف القران دوك نرد عليه. واذا صحيح قال ولدي عندك ها عندكم الحق وصحيح. هاي سيدي اسمحوا لي كنا ندير لكم تسمعوه شويه. الشباب العربي يتمنى ان يكون جنود هل هو دوله، هل هو جماعه منظمه ارهابيه كيان؟ دوله اسرائيل شئنا ما بينها هي دوله مستقله ذات سياده لها وجود ولها مقعد في الامم المتحده، واكثر الدول المحبه للسلام والديمقراطيه تعترف بها. بقي مجموعه من الدول لا تعترف بها وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل
تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية. وشرعية نعم، أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. كيف؟ دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. هاي وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعب. هاكم تسمعوا يا جماعة، هاكم تسمعوا، هذا عربي خول فلسطيني، ها وش يتكلم؟ دوك أنا ما نعرفش، يعني كل شيء نعرف باللي شيء هذا يقول في حاجة غلط، رد عليه ونقول له يا ولدي راك قلت حاجة غلط. هذه الآية اللي ذكرتها هذه أنا ما نعرفش الآية هذه، وأنا ما نعرفش القرآن. بصح إذا الآية هذه صحيحة إما السيد عنده الحق، وإحنا ما كناش الأرض هذه كاملة نتاع إسرائيل، إحنا كنا الجزائريين نورمالمون. قال يا ولدي حنايا الموقف تاعنا واضح. واش هو الواضح؟ يعني خاوتنا الفلسطينيين واليهود هذو يديروا الدوله نتاعهم منه، هذو يديروا الدوله نتاعهم منه ويعيشوا. هذا واش نقولوا حنا برك؟ مي باش نجيبوها حنايا وراء اليهود وراء اسرائيل ما نخليوهاش. اذا الاسرائيل اذا المغرب سنيو مع اسرائيل خوانا، واذا العرب سنيو مع اسرائيل هذو خوانا، واذا المسلمين اخرين سنيو مع اسرائيل هذو خوانا. هي ابن عمي هذا غير حنا برك اللي ماناش خوانا، برك حنا برك الجزائريين. ولا هو كي نديرو حنا هكا نطلعو غير نديرو مشاكل روحنا فود واش الواه ما عندنا ما نديرو حنا. حنا راح نتلقاو بحوايجنا، حنا نتلقاو بحاجه اللي تهم الشعب نتاعنا. الشعب نتاعنا راه يموت مسكين في البحر، راه يموت في البحر باش يلعك فرنسا. يا جماعه نعلو الشيطان، خافوا ربي في الشعب هذا. مازلتو تحبوا تديروا له مشاكل. هاكم تشوفوا كيما الوزير هذا نتاع الريح هذا اللي راه يتكلم، الناس يقريو في الاولاد باش يديروا لهم دوتر زاكتيفيتي باش يقدروا يعطوهم لي ديبلوم، يروحوا باش يحلوا دي شركات ولا يحلوا حوايج مساكن. الناس اللي سون لي جون كي لي زيلاب كي جون ايشوي دون لي زيتود باش يقريوهم يخرجوهم يديروا لهم حاجه مليحه. هو يقول لهم دير لهم اكتبوا لهم بالعربيه. يا ولدي كي ندير لهم بالعربيه ومن بعد هاني ندير لهم بالعربيه، واش راح يكون؟ واش سي با لا لونغ ماهيش مشكله، سي با ان هانديكاب. اقرب العربيه او كونترير تزيد تبخلهم خلاص. سيه واش هو؟ الناس تقرا الفرونسي، تقرا لونجلي، تقرا الاسبانيول، تقرا لونج لي اترونجير اللي فيهم كيف اسمه؟ مي جايني انا تقول لي ايا هايا ما خرجناش منها، العربيه، الفلسطينيه، ها الصحراء الغربيه، ها يا ولد عمي هذا ابن عمي الجزائريين ما هربوا منكم، كرهوا مساكن الجزائريين، كرهوا ولاو عادوا يهزوا في رصانهم، عادوا يموتوا في البحر. ولا كاين حنا ميتين ميتين خلي، إذا منعناها حنا كش ما عندنا اون شونس، إذا متنا خلي نموتوا خير. سي با نورمال يا جماعة، سي با نورمال. حبيت نرد ثاني اليوم على واحد الزوج كتبوا لي، واحد طفلة، واحد نحب نرد عليهم. الجزائر تتحرك لإبعاد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي، فهل تستطيع ذلك؟ نغني هاكم تشوفوا كيفاش الجزائر تتحرك، غير حنا اللي نتحركوا، غير حنا برك. مصر ما تتحركش، الكويت ما تتحركش، العرب كل ما يتحركوش، نتحركوا حنا برك، نتحركوا حنا برك. ما نحبش نقول كلمة مليحة، كلمة خامجة. نهار كي نتحركوا دوك تشوفوا كيفاش يتحركوا معنا، دوك تشوفوا كيفاش يتحركوا معنا. كاين هذا اللي سمى روحو ديني الاسلام ولغتي العربيه. ديني الاسلام سمى روحو كيما كحل واحد لا شان، سمى روحو ديني الاسلام ولغتي العربيه، ويقول قال معطوب والناس لست مجبرا ان اكون مسلما، انا اقول له لست مجبرا ان اكون فرشيطيا. ايبا يا خويا انا الفرشيطه هذه هاك هي لهنايا، هاي لهنا باش نرد عليك حتى انت يا
هل الفرشيطه هذه تشوفيها يا اخي؟ ها الفرشيطه هذه راهي تشوفيها انت، ها هذا هو العلم نتاعنا، هذا هو العلم نتاعنا. ها عندك الدين، احنا الاديان نتاعنا كامله، ها كسوا الاسلام ولا المسيحيه ولا اليهوديه ولا الاخر، كاملين ديان نتاعنا نتاع الجزائريين. كاين جزائريين مسلمين، كاين جزائريين مسيحيين، كاين جزائريين كيما يسموا ما عندهم حتى دين. ها دونك حنا نلبسوا ميلونج باش يكون في علمك. بقيت انت هذه حاجه تهمك، هذه كي تقول تكتب لي تقول لي انا يا عندك اللغه تاعنا حنا يا سي الامازيغيه هي اللغه نتاع الجزائريين، وحنا رانا في بلادنا يا خويا، حنا ما استعمرنا حتى واحد، حنا عمرنا ما رحنا للعربيه السعوديه بلاد جدودك ولا منا وقلنا لهم نديروا تمزغه، نو حنا رانا في بلادنا ونديروا في الشيء اللي نحبوا في بلادنا باش يكون في علمك. حنا اللغه نتاعنا لغه الام هي تمزغه، تبقى شوفوا تطلعوا تهبطوا ديروا ديروا واش بغيتوا، تبقى التمزغه هي اللغه الوطنيه والرسميه. جينا يجي نهار وين تولي التمزغه هي اللغه الوطنيه والرسميه الوحيده في الجزائر، اللي عجبو عجبو واللي ما عجبوش حاجته يروح لبلادو سيتو. الانسان اللي قال حنا ما نكره التمزغه، انا كون جيت نقول لكم الحق، انا كون جيت انا نكره بلاد ما نقعدش فيها، او والله ما نقعد فيها، نكره البلاد ونكره لغتها ونقعد نعيش معاهم. ايماجينو انا غدوه نروح بيكزومبل ما على باليش، انا نروح للعربيه السعوديه، نكره العرب ونكره اللغه نتاعهم ونقعد في العربيه السعوديه، ونكون في حل انت ثاني، كون في حل. اذا تكره انت الفرشيطه هذه الفرشيطه نتاع الامازيغ والامازيغ ولاد الجزائر، هما ولاد الجزائر الاولين باش يكون في علمكم. وعنده الحق ماكرون، ماكرون كي كان يهضر كون يقول لكم باللي فرنسا ما لقاتش الجزائر، هو عنده الحق. خاطرش لو كان جبدت له وقلت له باللي راهو سيادنا الامازيغ، ها ماسينيسا هو الروار نتاع النوميديا، دارت في 300 واش، ها سي نورمال قبل فرنسا قبل العالم الكل، ها وكان دار الدوله نتاعو في سيرتا اللي عيطوها قسنطينه، ها كون كان ما يهدرش ماكرون. مي نتا جايب لي كيما قال واحد الناس اللي جات غزات الجزائر ودخلت على الجزائر باسم الاسلام وجاو هما اللي يهضروا مع ماكرون، سي نورمال هاد الناس هادو ما التاريخ تاعهم هنا ماهوش كيما تاعنا حنا، حنا تاعنا هنايا ماسينيسا ويوغرطا هذو كل سو سون نو زونسيتر حنايا. اوكي دونك حنايا يا سي محمد هذا اسم بتوعك انت يا دين الاسلام ولغتنا العربيه هذه تعنيك انت وحدك وتعني الناس اللي معاك. على كل حال مي حنا الامازيغ حنا اللغه تاعنا التمزغه باش يكون في علمك، والاديان تاعنا هما الاسلام هما الامازيغ هما المسيحيه هي اليهوديه هي حتى الناس اللي ما عندهمش دين جزائريين. انا رديت عليك يا اخي، كاين وحده كتبت لي حتى وحده الطفله حتى انا حبيت والله نسيتها، كانت وحده انا قلت لها رد عليك نسيت اسمها، نسيت اسمها الطفله هذه لو كان لقاها هي سمعت روحها شيري، شيري انت سميتي روحك شيري، انا مي كيش فونيت با ما شيري كيما يقول واحد تاني لا ثاني تقولي حاجه انت سميتي روحك شيري. انا نرد عليك يا شيري هذه شيري تاع روحك انت ما كاينش شيري تاعي، تقولي باللي اللي يحب يقول لك اللي يحب قلتي كلام ماهوش مليح يعني نورمالمون تحترمي روحك شويه، كي تكتبي حاجه وتكتبي لي هذا الكتب الكتيبه هذه حبيتي نحطها لك انايا في الكومونتير لاباج نتاعي نظيفه يا مدام، انا ما نحبش واحد يمسخي لاباج تاعي باش نتفاهموا مليح. يهضر باسمنا، وشكون يهضر باسمك انت؟ شكون يهضر باسمك؟ واحد ما يهضر باسمك، انا نهضر باسمي. القبائل والعرب والتوارك كامل جزيريه، هذا انت اللي تقولي كيما هاك، انت اللي تقولي كيما هاك، حنا امازيغ. فهمتي اختي عزيزه؟ حنا امازيغ ونبقاو امازيغ باش يكون في علمك. كي تقولي وزيد سي نورمال الناس اللي عايشين في الجزائر كل ان شاء الله يكونوا حتى يهود، سو سون دي زالجيريان. واحد ما قال بلي العرب ماهم جزائريين ولا قال اليهود ماهم جزائريين، سي انا اللي كون نلقى حتى الناس اليهود اللي غادروا الجزائر يرجعوا لبلادهم. نعم يرجعوا لبلادهم، يرجعوا لبلادهم خاطرش بلادهم هي الجزائر وعاشوا فيها وزادوا فيها، سي نورمال يكون بلادهم. علاه لازم نكونوا مسلمين وعرب باش نوليو الجزائر تاعنا، ولا لازم نكونوا غير امازيغ برك باش تكون الجزائر تاعنا؟ نو نو، انا ديما شو بور لا ديفيرسيتي. اوكي باش انت تقولي كلام كيما هذا عيب عليك، تأدبي شويه تأدبي، باسكو
اذا تقولي كيما هكا زعما حبيتي زعما ما على باليش انا واش هو مقصودك. نو سي با نورمال ديجا اذا تهضري عليا انايا انا عندي حق نهضر باسمي، عمري ما هضرت باسم الناس الكل. ملي كنقول الشاوية وي انا الشاوية، انا شاوي وحر ونهضر على الشاوية الحرار، ما نهضرش على الشاوية تايوان. او كانوا شاوية تايوان، كانوا قبائل تايوان، كانوا هذوك انا ما نهضرش عليهم، نهضر على الناس الجزن والناس اللي فحولها النساء والرجال. اوكي هذه شيرين تاعك، ماشي شيري تاعي، شيرين تي ياسر، تما انت اللي شيرين، ماكيش فما شيرين. الو هذو هما الناس اللي حبيت نرد عليهم. برك ما دونك ميرسي بوكو غنية، جي لي طون كومونتير، يعطيك الصحة بارك الله فيك. ماسي وي جو داكور افيك توا خويا، تقولي لي بي افونس، عندك الحق. كيفاش تحبنا نافونسيو اخويا مع الناس كيما هذو؟ كيفاش تحبنا نافونسيو مع واحد وزير كيما هذا؟ وزير كيما هذا، هذا وزير، هذا راهو باش نتفاهموا مليح يا ناس، هذا الوزراء هذو وهذ الناس هذو كيما قلت لكم راهو نيفو يعني اسكتوا برك، حاجة اللي ما يستاهلهاش، حاشا اللي ما يستاهلهاش. هذا تاع الكوميرس هذا اي بورتون، قلنا لمسيو تبون، قلنا له يا ولدي حنا راهو نحبوا الناس اللي يدخلوا، واحد كيما هذا عنده معرفه ابعثوه امباسادور في كانش بلاصه، ابعثوه سيدي في كانش بلاصه، مادام عنده معرفات ومنا ابعثوه امباسادور، خليه يتكسل سيدي كيما قال، مي ما يقعدلناش وزير، خاطش حنا نحبوا الوزراء يكونوا عندهم مستوى عالي، يكون حتى ولو كان ما عندوش يعني ديبلوم ولا يكون عنده في المخ، عنده في المخ. انت الراجل يقول لهم نبقاو حنا نباتيني وحنا كيما هذا نتاع الكوميرس، يقول لهم نحيو لي بلاك بالفرنسيه نرجعوها ب باردون نرجعوها بالعربيه. هذا هكا نحبوا نافونسيو، ما نافونسيوش مسيو ماسي، عندك الحق يا خويا. الوغ هذو هما الناس اللي حبيت نرد عليهم برك. ما نطولش عليكم باسكو ديجا راح الحال، ديجا راح الحال، ان شاء الله غدوة نزيدو نرجعو في كانش دوتر فيديو. سمحوا لي الناس اللي كتبوا لي ويقولوا لي دير لنا دي شونسون، دير لنا من انا جي ساي ساعات ثاني ننسى، يعاودوا كتبوا لي يعني ننسى ننسى. سمحوا لي بون الخطا الجاي ان شاء الله بحول الله كون فو ميكريفي وما غابلي موا باش نقدر ندير مكان افيك بليزير مكان حتى مش كل نقول لكم قيمتي لهنا. ان شاء الله غدوة نزيدو نرجعو في دوتر فيديو. واش هو نحب نزيد نقول برك للناس تاع المشعوذين هذو، ردوا بالكم منهم، ردوا بالكم منهم، ما تخليوهمش يديو لكم دراهمكم باطل، وما تخليوهمش يديو لكم حوايج قاعدين. هاد الناس هذو يفون دي كوميرس باش يكون في عينكم يا جماعه، هاد الناس هذو يفون دي كوميرس او نون دو الاسلام، يجيو كيما قال واحد راكم تشوفوا كيما هذا اللي قويت دار فيديو هذا اللي يهضر يقول بلي انني قادر نموت، ولبس لي ليغون بيض وجاي يلعب فيها كيما قال واحد كذا، والسحر الاكحل ولطيف وكذا، وهنا يديه في لابيب روحو هو باش يدي دراهم على الناس. باش يا ولدي خليك من الفكره هذو، روح تخدم على روحك، خليك من الهضره هذه، روح يا ولدي دير فورماسيون، خليك من الشيء هذا، روح تصلي صلاتك وترفع صباطك، خليك من الفربيات هذه، ما تجيب لك والو. لقيت الناس مساكن يشفوا على ارواحهم، الناس يروحوا واحد كذا عنده ولده مريض مسكين يقولوا يجيه واحد يقول له او فلان او ولد فلان داه ليل، ما كاينش يا ناس، لازم الطب، لازم العلم يا جماعه. يا سيدي هو رقيو الناس سيدي على هاد الناس اللي عندهم اللي حكمتهم كورونا سيدي يرتاحوا، تعالي رقيوهم سيدي تا يرتاحوا، يعني تمسخروا بالناس خداكم من هذا. تصبحوا على خير، بون سواغ يا توتي يا توس. حتنازل عندك ابدا، مش حتنازل عندك ابدا مهما يكون. I'm not afraid.